رجعنا لكم مشاهدينا مجددا، وننتقل لمركز مشيرب لإثراء المجتمع، وين زميلنا أو نديبنا حمد الفياض يعرفنا ويعرفكم أكثر على المركز والخدمات السياحية اللي موجودة فيه. تفضل يا حمد. رجعنا لكم مشاهدينا. طبعا هذا المشروع في قلب الدوحة، وسمي بقلب الدوحة، مشيرب قلب الدوحة، ولكن هذا المشروع مش فقط مجرد مشروع عقاري، ولكن له أهداف كثيرة. واليوم مثل ما تفضلت أختي حصة، اللي احنا معاكم من مركز الإثراء الخاص بمشيرب العقارية، ومعانا اليوم يتكلمنا أكثر عن هذا المركز السيد حمد النعيمي مدير المركز. صباحك الله بالخير أخوي. صباحك الله بالنور والسرور أخوي حمد. يا شرفنا على شاشة الريان. يطول بعمرك، مرحبا فيك أنت وقناة الريان، ونشكر لكم حقيقة التغطية الخاصة مركز مشيرب الإثراء المجتمع. لا بالعكس، هاي واجبنا. الله يحييك أخوي حمد. مشاهدينا، قبل ما نتكلم مع أخونا حمد ونعرف أكثر عن هذا الموضوع، شوفوا هذا التقرير عشان تكونوا معانا في الصورة، وبعدها نرجع لكم مع حمد النعيمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. شيخ بارك. طيب الله يعافيك. طمني عنك. حيا الله ورحمة الله. الحمد لله، الله يسلمك. نورتنا يا اخوي في مركز مشيرب لإثراء المجتمع. حياك الله. ناخذك. اي عندكم شيء تراثي ودنا نعرف عنه. موجوده، حياك الله. يلا خلينا. تفضل. هذه وش فهد؟ هذه طبعا صوره لشجره السدره. هي السدره احد الاشجار القطريه اللي موجوده في البيئه المحليه. تمثل لنا الاصل، تمثل لنا الجذور، وتمثل لنا تطلعات للمستقبل. شجره تمثل الجذور والثقافه والتقاليد والقيم. صحيح. ومع التطور نصل الى التطلعات والوعود والنجاحات في المستقبل. راح نتكلم عن ماضي مدينه الدوحه عشان نعرف مشروع مشيرب شي يمثل لنا، يمثل لنا وين من وين جينا، يمثل لنا نظره الى الماضي ونظره الى المستقبل. في البدايه نظهر ملامح معينه لماضي مدينه الدوحه. نظهر مدينه الدوحه في المرحله الانتقاليه من بعد اكتشاف البترول وقبل اكتشاف البترول. نقله نوعيه شهدتها مدينه الدوحه من اواخر الاربعينات الى اليوم، وانتقلت فيها بملامح بسيطه ولكن بتطور جدا سريع. ايش رايك نروح بعد البترول؟ ان شاء الله. طبعا شوف ملامح، احنا نبتدي بصوره جويه تظهر المدينه من بعيد. صحيح. الصور الجويه اللي تم التقاطها في اواخر الاربعينات وبدايه الخمسينات. نشوف بدايه ظهور ملامح مدينه الدوحه اللي احنا نشوفها اليوم، اللي هي شارع الكهرباء، شارع الريان، وهذه كانت بداية التطور، بداية انتقال الدوحة من مدينة بسيطة إلى مدينة عالمية، إلى عاصمة لدولة قطر. الصورة الكبيرة هذه تمثل مدينة الدوحة في بداية الخمسينات، ونشوف الملامح اللي تعكس هويتنا الوطنية، تعكس العادات والتقاليد، تعكس العمارة التقليدية القطرية.
احنا ليش نسميها العماره التقليديه؟ ليش ما نسميها العماره القطريه؟ السبب واضح، لان احنا فقدنا اتصالنا بالعماره التقليديه. مع التطور ابتدينا ان احنا نستورد كل التصاميم اللي هي مرتبطه بالعماره القطريه من الخارج. شلون نحافظ عليها؟ تم عمل دراسه من فريق من مؤسسه قطر، ووظيفته الرئيسيه هي ايجاد حلقه وصل او ايجاد جسر او يربط الماضي بالمستقبل. وايش هذا الخط الاصفر المرسوم؟ هذا الخط يمثل وادي مشيرب، اللي هي كان في وقت المطر يسيل الوادي من فوق من المنطقه الشماليه اللي هي عين مشيرب الين البحر. احنا بدينا بصوره جويه، وبعدين دخلنا الى صوره اقرب للمدينه، والحين ندخل الى المدينه نعرف الناس باهل قطر. كثير من زملائنا اللي موجودين في اللي نتعامل معاهم في مجال العمل وكذا يسالوننا شلون انتم كنتوا عايشين، شلون اهل قطر عاشوا، المدينه كم عمرها. فحلو ان احنا نوفر لهم مكان يتعرفون على ماضي مدينه الدوحه، يعرفون اهل قطر منهم ومن وين جو، بهالشكل يحترمون ثقافتك. جميل، قلب متجدد. نعم، لعالم دائم التغيير. طبعا التغيير جزء من حياه الشعوب وجزء من صحيح. حياته، واحنا نحترم التغيير، لكن التغيير ما يمنعنا من ان احنا نحافظ على هويتنا ونحافظ على مبادئنا كلها. والاطار الاصفر هذا يمثل مشروع مشيرب. نعم، يمثل المنطقه اللي تم تحديدها لاقامه مشروع مشيرب. الغرض منه احنا تجديد المدينه، ولكن المحافظه على هويتها والمحافظه على ملامحها. فاحنا ما لما ينظرون لمشروع مشيرب ما ينظرون له كمشروع هادم وبناء، ينظرون له مشروع اعاده تجديد قلب المدينه. ايش رايك ننتقل للمدينه المتجدده؟ يلا حياك. طبعا نشوف المدينه المتجدده هي عباره عن صور وفيديوهات بسيطه تعكس شلون تنقل تطور الحياه. نشوف الدوحه في السبعينات، نشوف الدوحه في الخمسينات، صور تمثل ملامح من تطور المدينه. فهد، من يوم ما دخلنا وانا ودي اعرف ايش فيها الصناديق، ايش نعم. رايك تقول لنا بس شويه عنها؟ نعم حياك. انا من زمان اشوف هذا، اعتقد نعم. هذا مال الاكل صح؟ هاي صفر طاس يسمونه الاول، كان في طبقات، الحين نشوف العمال اللي يستخدمونه. صحيح. صالونه تحت وعيش وخضره، كانوا يستخدمون هالقطار حتى في البترول، وفي قطاع من جدار موجود لبيت قديم في مشيرب. فهو اصلا هذا بالفعل يعني نعم. كان موجود. صح، هاي بيت موجود في المشروع، قصينا جزء من الجدار وحولناه وجبناه هنا. جميل جميل. طيب تقول لنا ايش هاي الشاشه؟ طبعا شلون هني دخلنا التكنولوجيا في اسلوب عرض بسيط. لو تحاول تفتح اي درج من الادراج هذه بتشوف ايش اللي يطلع لك. جرب حظك. شوف هذا، خذ هاي، حاول تحطه على الزجاج وشوفه. هاي يسمونه نمليت بوتيله. نمليت بوتيله، هذا هو. نعم، هاي نمليت بوتيله اللي يقولون عنه. طبعا هو كان عباره عن هديه، كان ذاك الوقت يجيبونها من الهند، عباره عن تقنيه احنا نعتبرها اذكى من التقنيه الحاليه. فتخيل انت هذه الزجاجه السوداء تسكر من عامل الضغط، وفي التيله هذه نمليت بوتيله، التيله هذه تسكر من الضغط، فعشان جميل. يفتحها كان يدخل صبعه ويفتح ويدز التيله. طيب عشان يشرب مجرد انه يفر التيله، والزجاجه اصلا من داخلها مصممه بطريقه انها تحبس التيله هذه، فخلاص ينزل السائل. فاذكى من التقنيه اللي موجوده الحين بالمقطع. هذا انا سمعت عنه كثير. نعم. ولكن اول مره اشوفه. من درب الزلق سمعت عنه. واعتقد يمكن عيالنا حتى ما يعرفون عنه كثير. نعم. فحلو انهم يجون هني ويشوفون هالمركز ويشوفون المعلومات اللي موجوده فيه. طبعا اللي احنا تكلمنا عنه ما هو الا شيء بسيط. نعم، لمحات بسيطه من اللي يحويه المركز. ولكن التاريخ من 1947 الى الان، قطر في تطور، مدينه نعم. الدوحه في تطور، مشيرب فعلا هو قلب الدوحه. نعم. يعطيكم العافيه على ان انتم حاولتوا تحافظون على هذا القلب النابض. الله، ونتمنى ان فعلا ان اهل قطر يرجعون لهذا القلب النابض ويكونون متواجدين فيه. مشروع جد الكل يفتخر فيه، وانا واحد من الناس اللي افتخر فيه. بيض الله وجهك على هذا وجهك يا بيض، جزاك الله خير، ما سوينا للواجب. ما قصرت. الله يحييك. حياك الله. يسلمك. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا التقرير مع السيد حمد النعيمي مدير مركز مشيرب لإثراء المجتمع. أخوي حمد، مثل ما شفنا في التقرير
أنا جيت من يومين وقعدت مع أخوي فهد البعنين وتكلمنا عن مراحل انتقال منطقة مشيرب من 1947 وشافوها معنا مشاهدينا، وأعتقد أنهم استمتعوا جدا بإشلون كان التغيير وشلون انتقلوا أهل قطر من 47 ل 59 إلى الآن. تقول لنا أكثر عن فكرة المشروع وشلون قدرتوا تربطون المعمار القطري القديم بالمعمار الحديث. طبعا أخوي حمد مثل ما لاحظنا احنا في التقرير فكرة مشروع، والشيء اللي يميز مشروع مشيرب قلب المدينة اللي هو أول مشروع لتطوير وسط المدينة في العالم اللي يبلغ حجمه 31 هكتار، اللغة المعمارية الجديدة في العالم اللي هي التقاء الماضي بالحاضر. فكرة المشروع جات نفسها أن هالقطر كانوا عايشين في بيوت مثل ما تعرف من حصى وطين. صحيح. مرة واحدة صارت قفزة كبيرة في اللغة المعمارية اللي هي التفتنا للأبراج والقلاص والإسمنت. صحيح. صارت في هوية مرة واحدة من القفزة من الحصى للطين للأبراج والإسمنت. وفترة زمنية بسيطة. فترة زمنية بسيطة بعد اكتشاف النفط في الدوحة. طبعاً الفترة اللي في المنتصف هذه هي تعتبر هويتنا. طبعاً إحنا ما نقدر في 2000 و2016 نبني مشاريع جديدة من حصى وطين في نفس الوقت طبعاً. ما نقدر نوقف عنها. ففي شركة مشيرب العقارية مثل ما أنت شايف عملنا دراسة لطريقة البناء المعمارية القطرية العربية القديمة، واستنبطنا منها أشياء جميلة جداً ما كنا نعرفها، ودمجناها مع الماتيريال مع المواد المتوفرة عندنا في زمننا الحالي، وطلعنا بلغة معمارية جديدة اللي هي التقاء الماضي بالحاضر. صحيح. مش بس الأمور هذه أخوي حمد، إحنا بعد اكتشفنا أن مثلاً أعطيك واحدة من الأمور، أن كل السكك القديمة اللي كانت موجودة في قطر في الفرجان القديمة كانت تبدأ من الشمال لين الجنوب، وكل صحيح. المباني كانت لازقة جنب بعضها. في يوم عملنا دراسة لقينا أن الأولين سبحان الله كان عندهم علم في الأمور هذه، أن الهواء في الدوحة شمالي جنوبي، فمجرد أنت ما تمشي مثلاً في الممرات هذه، طبعاً هنا الشمال وهذا الجنوب، مجرد ما تمشي يجيك هواء. في نفس الوقت كل مبنى يظلل على المبنى الثاني. احنا في شركة مشيرب العقارية استخدمنا نفس النظام لكن بمواد حديثة، حتى طريقة البناء مثل ما انت ملاحظ من الشمال لين الجنوب تبدأ من تحت لين فوق، عشان ما يكون عندنا أي مبنى يعمل بلوك عن المبنى الثاني. صحيح صحيح. طيب المنطقة هذه كانت مهمة جدا وفيها يعني شوارع مهمة مثل الشيخ ثاني، شارع الشيخ ثاني، شارع الكهرباء. شارع الكهرباء. هذه الشوارع إيش بيصير فيها؟ شلون بتحافظون عليها؟ إن أنت تهدم وتبني في وسط المدينة ترى مش أمر مو بسهل. مش شيء بسيط أخوي حمد مثل ما ذكرت، لكن شركة مشيرب العقارية كانت حريصة وما زالت حريصة إن الأمور هذه تظل تقريبا في نفس مكانها مع الاحتفاظ بنفس المسميات. طبعا عشان نواجه طبعا هذا الشيء مش بسيط مثل ما انت عارف، لان احنا بعد محتاجين مواقف سيارات في المشروع، فعشان تحافظ على نفس النمط شركة مشيرب العقارية حافظت على نفس النمط بنفس المسميات ونفس الاماكن. جميل. ومواقف السيارات ان شاء الله راح تكون كلها تحت الارض في 3 طوابق تشيل تقريبا 11,000 سيارة، بحيث ان اي زائر للمشروع ممكن يتفضل ويستخدم مواقف السيارات ويطلع من أكثر من مخرج ويستفيد من المشروع ويستمتع فيه مثل ما انت شايف. جميل. طبعاً في بعض المباني أعتقد هناك سوق واقف. إيه نعم، هذا سوق واقف المنطقة هذه. طبعاً المباني تقريباً المقابلة لسوق واقف شبه منتهية. هي الله يسلمك نعم، هذه تعتبر المرحلة الأولى من المشروع مقسمة لثلاث مباني. طبعاً هذا المبنى اللي هو الأرشيف الوطني. صحيح. وهذا مبنى خاص بالحرس الأميري، وهذه مكاتب خاصة بالديوان الأميري. هذه المنطقة إن شاء الله بتكون جاهزة على بداية السنة الجاية، وفي خلال إن شاء الله لما نوصل 2016 بعض المناطق في المشروع بتكون جاهزة بشكل كبير لاستخدام الزوار، منها في بعض الفنادق وفي بعض المحلات التجارية وفي بعض المراكز الثقافية. الهدف من المشروع أن يرجعون أهل قطر لقلب المدينة. والله أخوي هذه أحد أهداف المشروع، من طبعاً المشروع الأهداف كثيرة مثل ما قلنا، اللغة المعمارية، محافظة على الهوية القطرية، هل قطر خصوصاً الجيل الجديد يشوفون كيف كانوا عايشين الأجداد، كيف يشوفون إحنا كيف ممكن نستفيد ونطوع الوقت اللي إحنا عايشين فيه بحيث إنه يتماشى مع ماضينا العريق. صحيح. طبعاً إحنا من ضمن الأشياء هذه إحنا حتى الزخارف نفسها شركة مشيرب العقارية كانت حريصة إن هي تكون من قطر نفسها. طبعاً ما رحنا
والفنا زخارف جديده ولا اكتشفنا اشياء ولا نقلنا زخارف موجوده من قبل المهندسين، لا استخدمنا الزخارف من قطر. مثل ما انت عارف قطر مشهوره بنبات القرم اللي موجود صحيح. في شمال صحيح. قطر في زخارف مستنبطه من نبات القرم في قطر، في مناطق اثريه موجوده في قطر في الشمال اللي هي منطقه الجساسيه فيها صحيح. حضارات كانت موجوده هناك، كثير من الزخارف موجوده في المنطقه هذه في المشروع. جميل. طيب نتكلم اكثر عن المركز. المركز مشيرب لاثراء المجتمع. المركز من وين جات فكرته؟ طبعا هي فكره المركز جات عن طريق شركه مشيرب العقاريه ان تكون كهديه للجيل الجديد القطري والضيوف اللي يجون لقطر، ويكون مركزه كورنيش الدوحه مثل ما انت عارف منطقه حيويه والكل لابد يمر عليها في قطر. المركز هذا فاتح ابوابه لجميع الزوار. المركز مقسم لأربع أقسام، قسم البراحة مجرد ما يجونا الزوار اللي بعضهم يكون زائر قطر ولا شرق الأوسط لأول مرة، طبعا نرحب فيه في البراحة ونشرح له كلمة البراحة ونقهويهم ونرحب فيهم في قطر في مركز مشيرب، من ثم ناخذهم لقسم الماضي نشرح لهم كيف كنا عايشين في قطر قبل البترول والغاز والتجارة كانت معتمدة على إيش، وفكرة مشروع مشيرب وكيف العقار والبنيان كان موجود في الدوحة قبل. من ثم عندنا قسم الحاضر اللي هو فيلم مدته 9 دقائق يتكلم عن 3 أجيال، شايب وبنت من الجيل الحديث وشاب عاش في المنتصف، يتكلمون عن التطورات والتغييرات اللي صارت في الدوحة. تنتهي الجولة في قسم المستقبل اللي احنا الآن متواجدين فيه وانتم مشرفينا فيه كغنات الريان، اللي هو يشوفون اللغة المعمارية الجديدة في العالم وترجمتها. يعني احنا كنا حريصين ان الضيوف مش مجرد يجون يشوفون موديل وفخم والأمور هذه، لا، إنهم يشوفون اللغة المعمارية اللي مستخدمة في العالم ومن وين جات والخطوات وكيف الدراسة تمت، وكيف إحنا كنا حريصين في شركة مشيرب إن ما نستخدم مجرد تصاميم وكنا نستخدمها بس مرة واحدة ونستغني عنها، لا، في لغة مثل اللغة العربية ممكن نطبقها اليوم وبكرة وبعد بكرة. أهم شيء إن مليت بوتيلة. نعم، هذا نملة بوتيلة اللي شفته وكان موجود في التقرير معك. صحيح. طبعاً إحنا مستمرين معك، نرجع لخواتي في الاستديو، بنرجع الحصة في الاستديو، بنكمل احنا حوارنا معاك وبنطلب منهم انهم نرجع مرة ثانية ونتكلم عن مفاجآت اكثر مع الاخ حمد نعيمي مدير المركز، وبنشوف شو اللي عنده وش في لوحة مميزة بنتكلم عنها. انتظرونا ان شاء الله فقرة ثانية اليوم. شكرا حمد، وشكر ايضا موصول لضيفك، وشكرا على هذه المعلومات الاصيله في ساسها والمتطوره والحديثه في انجازها، وفي انتظارك. اذا مشاهدينا الحين شرفتنا في الاستديو سيده شمس القصابي، وهي من القطريات اللي دخلوا مجال صناعه المواد الغذائيه مثل المخللات، البهارات، خلطات الشاي والقهوه وغيرها من المنتجات الغذائيه، وجميعها تحمل طبعا شعار صنع في قطر، وذلك بعد مسيرة عمل طويلة بدأتها يعني من الصفر لين صارت تمتلك معمل لصناعة المواد الغذائية وتحمل ماركة خاصة بها إلى جانب محلها في سوق واقف. معنا السيدة شمس القصابي، وإذا تحبين أناديك أم محمد شو تحبين؟ الله يرضيك. الله فديت عمرك، شرفتينا في الاستديو. يا هلا ومرحبا. فديتك أم محمد، يعني دخلتي مجال صناعة المواد الغذائية، كلمينا عن بداية، يعني شو اللي خلاك تمسكين؟ يعني ما شاء الله قلتي لي 14 سنة صار. اي شلون بديتي؟ والله حبي للمطبخ كانها بدايتي، يعني كنت احب ابتكر هالاشياء. جميل. من خلال حق بيتي، فحضرت مره في المدرسه بناتي شفت جايين وفود من مدرسه من دار المال الاجتماعي. ايه؟ فكانوا يعرضون لنا في والله عندنا معرض اسره المنتجه الاسره. ايه؟ العصريه. اي نعم. فقمت انا اعرض عليهم، قلت انا عندي دبلوم خياطه بامكاني ان اتوظف هناك، فقالت لا اذا عندك خياطه ممكن تعرضين تسوين معرض. إيه؟ فاخذوا رقمي، فاخذوا رقمي، قلت يعني بامكان 3 أسبوعين ما راح يمدي ان انا اقدر اسوي مثلا ملابس تصميم. صحيح. واعرض هناك. فقلت ايش رايك انا اعرف مخللات، لان انت متخصصه في الموضوع. اي بس إيه؟ نوعين كنت اعرف، 3 أنواع مو اكثر. إيه؟ يعني والبهارات كنت بروحي بالملعقه، كنت عايره وادقه بالهوان وكنت اسوي حق نفسي، يعني مو بنك للبيع. إيه؟ ولا كنت حاطه في بالي فيها شيء. إيه؟ فقلت أعرف المخللات والبهارات، قالت بإمكانك تدشين. فكنت مترددة ما بين إي ولا، شاورت زوجي. بديت بكذا نوع؟ بديت من كذا نوع، نوعين ثلاثة. إيه؟ فيوم دريت أنا بشارك في المعرض بديت كل يوم أخترع نوع، كل يوم أخترع نوع أجرب. حلو. وأسوي ويطلع مضبوط، طلعت فيه 12 نوع.
من المنتجات ودخلت المعرض. ولله الحمد يعني أول المعرض كان 10 أيام، خلال 10 أيام وأنا أهد عيالي هناك وأرد البيت أطلب طلبات للزبائن. نعم. أوفر لهم. صار في إقبال يعني على الشغل وعلى ما كنت متوقع أنه في بيع، ما كنت أعرف شيء خلفية عن المعرض ولا البيع ولا شيء. ولله الحمد بعد المعرض كنت أوصل توصيل حق ناس كان يبون زبائن عندي. نعم. وأسوي لهم يوميا شخص لي عاد بدأوا يصيرون لك هني زبائن كبيرة. أيوة. أي نعم. بعدين جيت سويت لي دكان صغير في البيت. أيوة. فمن خلال هذا الشيء الناس كانوا يجون البيت يزوروني يروحون يردون عليك، سواء كان من قطر وخارج قطر كانوا يجون البيت. في طيب يعني شنو هذه المواد الغذائية اللي بديتي يعني تنتجينها والناس بدأوا يطلبونها منك؟ أول شيء المخللات البهارات، هذا هو الشيء الوحيد اللي بديتي. بعدين أصدرت كتاب الطبخ الجزء الأول، أنا أحب المطبخ وابتكارات البهارات هاي، طلعت لي كتاب جزء الأول ألف ياء الشمس. ألف ياء الشمس. الشمس. إيه نعم. موجود هذا الكتاب؟ إيه نعم، عندي جزئين كتابين في المحل. موجودين. إيه نعم. بعدين جيت قلت ليش ما أسوي شوربات، ليش ما أسوي حلويات اللي أنا أسوي. يعني ما شاء الله أم محمد كل ما شفتي نفسك أنجزتي في شيء فكرتي فيه بزيادة على أساس بعد إنه يقوم. ما في خلفية في شيء اللي أنا بأسويه، ما عندي خلفية فيه ولا إنه شايفه قبل، بس في بالي إنه بأسوي مقادير من هذه بطلع شو شي يطلع. نعم. ويطلع الحمد لله ناجح. زي يعني هذا الحين انت صحيح انك قمتي بها بنفسك، بس اكيد ان انت محصله هذا الدعم من ساندج من شجعك. الحمد لله الدعم الاكبر شيء له هو تشجيع دار المال الاجتماعي. نعم. هاي شيء له افتخر فيه. وثانيا دعم من اداره السوق اللي هم شجعوني بالمحل مميز في سوق واقف. بس مثل ما قلتي لي انت بعد تدرجتي في مساله السوق، يعني ما كان يعني محل واحد صار. لا الحمد لله لان الاقبال كان اكبر. وكان مكان بالنسبه لي اصغر وزبائننا كانوا يجون من برا فكانوا هم متابعين هالشيء ظاهر. زين لما تقولين الحين زباين يوم من برا، انت محلك في سوق واقف. اي نعم. زين والزباين لما يوم من برا سوق واقف نعرف خلاص انه محطه سياحيه. سياحي يعني هذا هو الشيء الوحيد. اللي يجونك من مختلف الجنسيات يعني يجونك اجانب؟ اجانب يجون يجيبون لك مصورين العلبه. نعم. وشيء الاسم اللي مكتوب عليه يقول والله احنا ذقنا في بلادنا في بريطانيا او مثلا يعني في لبنان مثلا واصلهم مع امريكا وفرنسا، احنا ذقنا هالشيء من اسره قطريه واسره كويتيه. اي مكلين من عند اسره كويتيه او اسره سعوديه. يعني أجان يجون يشترون من عند هذا الشيء. أقول شنو اللي ماخذين؟ تقول أينو أشوفهم شنو يطلعونه من التلفون أشوفه شنو اللي ماخذينه هو هذا جينا. حلو جميل. راح أعطيهم إياه. زين أم محمد أنت جايبت لنا هني هذه المينيو ومسميتها باسم صنع في قطر. نعم. يعني حتى الأسماء يعني لما نجين تختارينها يعني تختارين شيء راجع حق البلاد. راجع البلاد وشيء اللي أنا بسمي، يعني ما في أسامي هاي مذكورة قبل. أيه. بسمي بنفسي يعني أسامي اللي مخلوق. طيب طبعا هني عندي هني أسماء أسماء مختلفة. هذه الأسماء يعني مثلا أنا شفت في مربيات. نعم. وفي بعد شنو عندنا؟ مربى. مربى عندنا أجبان. مخللات بأنواع، مش مخلل. إحنا المخلل ماي ملح بسر، هذه مثل ما تقول إحنا نسميها أشار، سميناه مخلل لأن الدول العربية ما يعرفون أشار شنو. إيه. سوينا أشار ومخللات. مخللات في بيجي بيجي شيء مسهل، لكن مخللات بيكون شوية دسومة على بهارات وزيت وشغلة. طيب يعني مثلا فيها هني مثلا حلويات، مثل عندي هني المحلة. المحل اللي هو حلا، انا سويته مثلا اكلات شعبيه، عندنا محلبيه وعندنا كاستر وعندنا بسبوسه طريقتي الخاصه، هذه كلهم هذه في بسبوسه كل دول يسوون، بس مو باي بسبوسه انه واحد يقدر يسوي. طيب عندي انا بعد لاحظت هني البهارات وقلتي يعني البهارات عليها طلب من شوي. نعم. بس يعني مثلا كل بيت عليه يعني مثلا حسب رغبه رعيه البيت. يعني مثلا شو اللي تعرضينه في المحل على اساس ان الكل ياخذه ولا على حسب الطلب شلون؟ هذه انا اسويهم اولا شيء اللي انا ابي. ايه اول خلطتك الخاصه. خلطتي الخاصه بشرح لهم، في ناس يوز لهم، في ناس عندهم معده، عندهم مثلا ضغط، عندهم هالاشياء ما راح يتقبلون فيطلبون انه ما ابي حار. سويت لهم على حسب اللي هم يبون. أيه؟ سويت لهم قليل الحروره ان الناس يبون قليل الحروره، سويت لهم بدون فلفل، سويت لهم بدون على كركم، على حسب الطلب. سويت لهم قليل كركم قليل الحروره على حسب الزبون اللي شنو يطلب. طيب هذه اللي يعني خلينا نقول اللي هو قلتي لي عن المحل واحنا تطرقنا حق يعني شنو المنتجات الغذائيه اللي موجوده فيه. الحين بعد عندك في محل ثاني ولا احنا شو نسميه؟ ان شاء الله كافي شوب. باذن واحد كافي شوب قطري، اول كافي شوب قطري في السوق واقف ان شاء الله، بيكون حتى اشياء المذكوره تقليديه شعبيه. نعم. ملوي. يعني من شوي احنا طلعنا شفنا تقرير اللي هو نومليت بوتيلا. اي نعم. فيعني حتى الاسماء اللي راح تستخدمينها بتكون يعني بيكون اسم ملون ان شاء الله، بسمي شربت ما بسوي عصاير،
بسمي شربة مي قروف، بسوي بريهو. بتسمينا شربت؟ شربت شربت. يعني كنا نشرب شربت أول، وين من كون يشرب عصاير أول، ولا كون عندهم عصرة، كون عندهم شربت شربت. طيب الله يسلمك، بعد ذكرتي لي أيضا يعني ما شاء الله علشان دخلتي معارض واشتركتي يعني في نشاطات كثيرة، وما شاء الله عرضت لنا هنا مجموعة من الجوائز من هالنشاطات اللي دخلتيها. تكلم عن هذه الجائزة اللي حذاي هنا، هذه اللي قلتي لي آخر جائزة خذتيها. آخر جائزة أفضل مشروع ريادي قائم. أفضل مشروع ريادي قائم. طيب يعني هذا المشروع شو اللي كان مطلوب منك يعني مثلا تقومين به على اساس تحصلين على هذه الشهادة؟ اولا كان الناس يعرفوني بالسمعه الحمد لله، فقدمت على الجائزه. نعم. وهم رشحوني، عرفوا ان انا اقدر هالشيء ناجح في هالمشروع، وقدمت برزنتيشن من خلال هذه وقبلوني والحمد لله فزت فيه. يعني انا ام محمد بقول لك انا جدا فخوره فيك، جدا فخوره ان انا يعني واقفه معاك هنا وقدام هذه الشاشه اللي تشوفونك فيها بناتنا امهاتنا صغارهم وكبارهم، هذا النموذج الجميل طموح ما رضى يوقف عند مكان معين. الله يوفقك. الله يعافيك ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله باذن واحد احد. مشاهدينا من بعد ما شفنا مع ام محمد ومنتجاتها الغذائيه، خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع من بعدها نكمل حلقة الصباح الباحث.